من جديد في فير بلاي نحكيو على مقابلات الجولة السابعة للبطولة. أهم مسار في الجولة هذه التحليل الفني باش يكون معنا المنجم إبراهيم المحلل الفني اللي كل مساء نجو به. يكون معنا سي المنجم إبراهيم. سي المنجم أهلا بك. أهلا بخويا إسلام وتحية لكل مستمعين إكسبريس أف أم، وتشكر برشا برشا أنت على العمل والخويان اللي معاك الكل بشير وكل ورفيق كيجي بحذاكم خونا رفيق الهرقام. خلات اللي الناس وانيس صاحبيني زاد وتبارك الله ديما يجيوني دي ميساج حلوين برشا، وانا نبدا فخور اللي عندي ولاد بلادي يخدموا بلادهم بفريمون افيك ان بروفيسيوناليزم اكسبسيونيل ومش رم يرود وانت تعرفني. نعرف يعطيك الصحة، شكرا لك سي المنجي به. خلينا ناخذ من عندك من الاول كلمة ساعة عامة على أهم مسار في الجولة، أهم ملاحظات نتاعك وبعد ندخلوا في التفاصيل الفنية. اهم ملاحظات فيك الترجي الرياضي التونسي تبارك الله بالاستقرار دون تو لي دومين، كافاليي سول في الشامبيونا، هذه حاجه باهيه للجماهير الترجي الرياضي التونسي ومتعودين هما بالالقاب، لكن حاجه اللي تخوف اللي النجم الترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليج بالمباريات اللي قاعده تتعدى في الدوري التونسي بالسهوله هذه نجم تاثر على المردود نتاع الفريق، لكن انا نقول اللي سيرتينمون متحضرين للاشياء هذه باش ليكيب يكون جاهز في الشامبيونز ليج. والحاجات الاخرى سامحني خويا اسلام، والحاجات الاخرى سي لا ديكوفيرت بارك الله في مستقبل الرجيش سليمان عودونا ونعرفوه من قبل، اولمبي الباجي ما شاء الله الملعب التونسي زاد يعمل فيه ديبي دو شامبيونا اكسبسيونيل وديكوفيرت دو جوار فريمون كيما هيثم العيوني اللي انا كنت استغربت بالديبار نتاع سيف الدين العكرمي، اليوم نعرف علاش، لان عندهم اليوم هيثم العيوني اللاعب هذا اللي قاعد يقدم في اداء كبير برشا مع بلال ايت مالك طبعا زاد اللي هو سي لا سيربريز دو شامبيونا. باهي خلينا نبداو نحكيو بالترجي سي المنجم، مقابلة الترجي ومستقبل الرجيش، اثنين بلاش النادي بسويقه قدام مستقبل الرجيش. الترجي كان لعب بالفريق الثاني تقريبا 9 على 11 تغييرات قام بهم معين الشعبين، لكن رغم هذا الترجي ديما بثبات تقريبا. انا نقول ما عرفتش ظهر لي في نيفو اخر ولا ترجي بارابور بقيه الفرق. ترجي ظهر لي ما عرفتش، نحبك تجاوبني بصراحه على هنا سي المنجي. ديما نجاوبك بصراحه. الترجي هل قادر حتى بالفريق هذا نجم يهز البطوله وينافس على البطوله بالفريق الثاني؟ شو ايش نقول لك، حاجه ثم حاجه اللي هي اكسبسيونيل اللي تخلي الاشياء اللي قاعده صايره في الترجي الرياضي التونسي واللي معودين عليها في الاستقرار دون تو لي دومين. اليوم عندك انا مسميها التروا بيرسون اللي هما معناها رئيس الجمعيه رياض بن نور ومعين الشعباني، دونك سابروف كو ما فماش برشا ناس تدخل في الامور نتاع الترجي الرياضي التونسي، استقرار اداري استقرار في الفريق. اذا كان فريق اليوم يمشي يسافر البنجردان ومنقوص بثمانية ملاعبية ويزيد يعمل نفس الطريقة اليوم البارح ضد الرجيش منقوص من 95 ولا 96% من الملاعبية ويفوز، وعن معناها يوريك اللي ثم دي ديكوفيرت دو جوار. لكن اليوم شكون باش تشوف اليوم بالظروف اللي قاعد تعدى فيها النجم الرياضي الساحلي وهذايا اون فون بارلي سيرتينمون من بعد، والنادي الصفاقسي اللي كانت الامنيه نتاعو ترشح للشامبيونز ليغ لكن مالوريزمون سا لا بايتي في، دونك حتى النادي الصفاقسي باش يتعدى بظروف صعبه، لان نحب ولا نكره راهو سي ان ديسيبسيون كبيره برشا اللي ما تعداش التور نتاع الشامبيونز ليغ باش يلقى روحه مع الترجي الرياضي التونسي. انا نقول لك اللي الحاجه الوحيده اللي الترجي الرياضي التونسي في الدوري التونسي ما فما حتى اشكال، لكن اليوم اي فريق في العالم راهو ينقصوا ملاعبيه وكما قاعد يعمل فيه الترجي، والترجي قاعد ينجح لان الدوري التونسي ترجي اكبر من الدوري التونسي حاليا، خلات اللي عنده دي جوار كي سون كابابل وقت اللي عمل عليهم معين الشعباني بالعلاقه اللي عنده ونيفو ريلاسيونال مع جوارات يلقى عندهم. شنو المشكل؟ المشكل ان الجوارات هذوما يلزم يصبروا عليهم، لان ما تنجمش اليوم في كومبيتيسيون جوار يقعد لك بالثلاثه اشهر ولا اربع اشهر رومبلاسون ولا سته اشهر كيما فادي بنشوك بار اكزومبل، وتلقاه جاهز ويعمل لك الجيست تكنيك هذيك ويسجل الهدف الاول في الدقيقه 44، خلات اللي المورال نتاع الجوارات طلع
وخلات اللي الرجيش باش يغير الطريقه نتاعو اللي ما كانش يشوف اللي الترجي باش يفوز من الشوط الاول. خلات اللي الرجيش شنو اللي يلزمه الطريقه الثانيه؟ يلزمه يعدل. كي تعدل تخلي الثغرات ومن بعد تشوف معين الشعباني استعمال الملاعبيه اللي عنده دخل على المرزوقي بعد 3 دقائق ولا 4 دقائق على المرزوقي سجل الهدف الثاني وشويه سجل هدفين اخرين. خلات اللي العلاقه اليوم ما بين الملاعبيه ومعين الشعباني اللي على المرزوقي الكونتور قاعد يملكي تقريبا 3 مقابلة 3 هدف على التوالي. شو انا نقول لك الحقيقه راهو انا استغربت معناها تصرف نتاع معين الشعبي بارابور على الملاعبيه اللي عندهم اكثر من سنه ما يلعبوش كوره. حمدي النجاز وعلى المرزوقي اونتر اوتر. باهي اليوم الملاعبيه هذوما معين طلع عنده حق لان سي نوم دو تيران ويعيش معاهم وعرف كيفاش يتعامل معاهم. خلات اللي اليوم قاعدين يلقاو الفورمه وجور لجور معناها كل يوم كل مباراه يلقاو يعطيو البلوس. كي تشوف دخول حمدي النجاز واللي سوليسيون اللي يعطيهم حمدي النجاز ما تكون كان فرحان بالمردود الجولات هذوما اللي معامل عليهم معين شعباني. على علم وانا على المرزوق عنده 14 شهر ما عندوش فريق ما يلعبش صحيح وحتى شيء ما رومبلاسي راهو لي ماتش اوفيسيال. باهي هذوما اللي انا نحكيو على بقيه المقابلات. سي المونجي نادي الافريقي تواصل المشاكل عثره جديده بدايه كارثيه بدايه صعبه الفريق بجديد 1-1 مع السيابي. هو اليوم ما نجموش يكونوا عثرة لأن سي بي زاد يتعدى بظروف صعبة لكن النادي الإفريقي اليوم بالفريق الشبان الموجودين على راسهم ونشكروا برشا 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 بالتألق نتاعو بالتصرف نتاعو. كي تشوف في العمر هذايا اللي هو وسام يحيى يعمل في عمل كبير برشا ويعمل بريسينج في الدقيقة 75 قبل ما يخرج على الدفاع نتاع النادي البنزرتي يوريك اللي الملاعب هذايا جوارات قاعدين. لكن اليوم كي نسمع انا حتى لا في دو ماتش يقول لي تعاملت مع ما نعرفش شكون اللي عمل في دو ماتش في فريق اسمه النادي الافريقي اونتا فو. انا نقول لهم الناس هذوما اللي شادين نادي اسمه النادي الافريقي بالطريقه هذيا وين ماشيين. انا كي نسمع توا لا ديميسيون قعدت نضحك اللي انا جيتي سور كو سان الي با سو فير باش يسكتوا الجمهور شويه كل نهار والنهارين. ومن بعد تجي اليوم تقول ثم اسامبلي لو 28 فيفريي. هل يعقل اليوم معناها يوريك حتى راهو المحبين نتاع الترجي والنجم الساحلي وكل لان الدوري التونسي من غير النادي الافريقي اونتر اوتر ماهوش دوري. اليوم اللي صاير في النادي الافريقي عار على الناس اللي سيروا في النادي الافريقي. وهذايا ماهوش مسموح ليه. انا كي نسمع ناس يقول لك انا كي يبدا بابا قدام النادي الافريقي ما عادش نعقلوا بابا وما عادش نعرف بابا. دونك سابروف تلما الناس ممسوسين وقاعدين نلعبوا بصحه الناس وبحياه الناس. اليوم نلقاو ناس من اجل النادي الافريقي تلقاهم في السجن وهذا ما يجيش وما يصيرش. واذا كان انت اليوم ما عندكش قلب وما عندكش الكفاءات باش تديريجي النادي الافريقي اونتا فو اونتا توا كرئيس جمعيه عبد السلام اليونسي وجي بوكو دو ريسبي بور لوي راهو كشخص قبل ما نعرف وانا اللي هو باش يشد النادي الافريقي. لكن اليوم طاح من عينين برشا ناس لان تبدا مش مشكل كي تبدا ماكش كومبيتون. اما اذا كان انت اليوم تسير النادي الافريقي بالطريقه هذيك نقول لك تو سامبلومون اون تاتوا. واضح اذا كان نحكيو عن نادي الفريق ما نجموش نحكيو فنيا في ظل المشاكل الاداريه اللي صايره. المقابله الثالثه سي المونجي النجم الساحلي بعد بدايه قويه في البطوله عثره جديده اليوم مع اتحاد تطاوين تعادل سلبي دون اهداف والحديث بدا حتى على الاستغناء على الكوتش نتاعو فييرا. هذه اكبر كارثه يظهر لي جات للنجم الرياضي الساحلي. انا نقول لك الحقيقه بعد 2 مباريات انا عجبني التصرف نتاع مسيو فييرا لان نجم الرياضي الساحلي يستنى على الاقل 8 اشهر باش يجيب مدرب كانت تفكر. باهي دونك وانا جيتي بلوس بور لا سوليسيون انترن لان عندنا الكفاءات موجوده في سوسه كل فريق عنده الكفاءات نتاعو. لكن اليوم كي تشوف المدرب هذا بعد 2 مباريات
وطلعتك سكوب كي تشوف بعد زوج مباريات هذيا وتشوف قربه للملاعبيه ماتش بنزرت في بنزرت والماتش في حمام سوسه 2-0 اللي فاز فيها النجم الذي ساعدني تقول ماشيين في عمل خارق العاده شي يعمل من بعد ينحي الاستقرار ونيفو دو لا فورماسيون يهبط ملاعبيه تيتولار يعدي لك ماتش اكسبسيونيل من غدوه يلقى روحو رومبلاسون يعمل على ثلاثه ملاعبيه اللي هما نقطه الضعف نتاع النجم الذي ساعدني اليوم الشيخاوي الأحمر وغونزاليز ما همش كومبليمونتير باش يلعبوا كميليو دو تيران أي فريق باش يجي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي باش يحاول يفك الميليو دو تيران نتاع الفريق النجم الرياضي الساحلي ومن السهل باش تفك فريق كيما هذا حاجة أخرى أنت كي تشوف زردوم تحطه تنحي كوليبالي وتحط زردوم اللي هو جوار دو كولوار تحطه كافونسونتر شنو هو المطلوب منه؟ ما تنجم تطلب حتى شيء ومن بعد يجي مدرب يقول لك نطلب السماح من فريق من جماهير النجم الرياضي الساحلي انا نقول له تو سامبلومون كانك انت بروفيسيونيل وكومبيتون تقدم استقالتك تو سويت هتقول لك علاش؟ نعطيك سكوب خويا اسلام اللي حد ما يعرف في بالك المدرب هذايا يراني في ساعة كل حصة تدريبية تدوم ساعة ماكسيمو ساعة فقط أقسم بالله العظيم ساعة برك اكسكلوزيفيتي اللي كنت ساعة بركة واللي فاتك أغرب أوكان ترافاي سبيسيفيك نفي أوكان واليوم يزيد يلعب لك كوناتي ونعرفوا كوناتي وأحسب الماتشوات نتحدى النجم الذي ساحلي فاز في مباراة كوناتي يلعب معه يوريك انت اليوم السيد هذايا اكبر كارثه للنجم الذي ساحلي اليوم جماهير النجم الذي ساحلي قال جو بريزونت ديز اكسكوز انا نقول له تو سامبلومون احسن حاجه تعملها اول طياره تلقاها تاخذ الطياره وتغادر النجم الذي ساحلي نعرف المدربين احنا في اوروبا منهم ساريش قال انا نخدم 14 ساعه في تشيلسي وقت اللي ما نخدمش نخمم على الخدمه هو يراني في ساعة جرام ماكسيموم كل حصة تدريبية واللي فاتك أغرب وكان ترافاي سبيسيفيك ني دوفون لو بوت ني او ميليو دو تيران كي نعرفوا لوساتور نتاع النجم الرياضي الساحلي أي مدرب من كاتريام ديفيزيون ولا سانكيام ديفيزيون من أي بلاد يكون يعرف كيفاش يتعامل مع الفريق هذايا والنتائج باش تكون تنجم تكون احسن. هو ظهر لي حتى زبير بيا اللي جابه مدرب هذا في تدوينه لي في انستغرام قال عندي برشا تحفظات على اللي قاعد يعمل فيه في النجم الساحلي به الاتحاد بنجلترا نشكروا برشا زبير بيا سي بارمي لي رار بيرسون نقولها في الفوتبول سي جامي لي زوتر تحمل مسؤوليته قال انا كنت السبب اذا كان هو وصل غلط زاد زبير بيا ولا اذا كان هو يخمم كان جاء باش يعمل تالاسوثيرابي في سوسة يمشي يعمل حاجه اخرى من المستحسن في مصلحته هو حتى في مصيره الكروي. به اتحاد بن قردين ظهرلي اكد ما قيل عليه قبل الموسم افكتيف محترم جدا يفوز على السياسات اللي يتواصل المشاكل نتاعو والمتاعب نتاعو بعد الانسحاب من تشامبيونز ليغ هزيمه جيده مع اتحاد بن قردين. هو تشوف اتحاد بن قردان معناها منذ سنوات كل عام يحب يحاول يعمل احسن من العام اللي قبله خلات لي اليوم اتحاد بن قردان قاعدين تشوف الملاعبيه اللي موجودين كل الملاعبيه انت تشوف علي البريقي معناها المستوى نتاعو اللي قاعد يعدي فيه في اتحاد بن قردان يوريك اللي العلاقه ما بين حسن القابسي سنام وحسن القابسي هو المدرب خلات لي اليوم اتحاد بن قردان كل فريق ولا هو سيفريك اي فريق تو باش يمشي يلعب في بن قردان يبدا خايف معناه على اونيفو على المردود وعلى النتيجه لان اتحاد بن قردان يعرف كيفاش يتعامل نادي الصفاقسي ماهوش في احسن حالاته نحب ولا نكره راهو ليليميناسيون تاع الشامبيونز ليغ باش تخلي برشا وباش تكون برشا مشاكل تسمعوا بهم اللي اليوم نادي الصفاقسي المردود نتاع الملاعبيه اللي انا لوساتور نتاع نادي الصفاقسي راهو عندي انا من احسن لوساتور الموجوده في الشامبيونان نتاع تونس كسوا او نيفو جوارات اجانب ولا جوارات توانسه لكن اليوم مالوريزمون بور انيس بوجلبان اللي الفريق ما تعداش للشامبيونز ليغ وهذا باش يخلي دي ديغا تري امبورطون او سان دو جروب او سان دو لومبيونس تاع ليكيب اي او سان دو كوميتي نتاع نادي الصفاقسي
اللي اليوم الخروج هذايا من الباب الصغير باش يخلي معناها انورمون دو بروبليم او سان دو سيت ايكيب. لو اس مو يحقق اول فوز ليه السنه في الشامبيونات ضد جي اس كا الاتحاد تقريبا، خوفنا شويه على المجهود نتاعو في اول الموسم بعد السيزون الكبيره اللي عداها عم ناول. تشوف انه الفوز هذا باش يحط الاتحاد على السكه ان شاء الله، وفي المقابل الشبيبه صعوبات كبيره ظهر لي، حتى احباء الشبيبه اللي يسمعوا فينا ظهر يسامحوني اذا كان باش تكمل هكا الشبيبه واضح ماشي للديفيزيون 2 اذا كان فماش انتدابات وتغييرات في على الاقل في ميركاتو القادم. برشا حاجات انا كي نشوف الشباب القيروان معناها ما شاء الله، تشوف الملاعبين اللي خرجوا من شباب القيروان ونشوف مركز التكوين اللي كانوا كيف يخرجوا في ملاعبيه. انا قلت سامبلومون انت كي تمنع ما تيحش للدوزيام ديفيزيون تلقى روحك في البريمير ديفيزيون وما فما حتى رياكسيون سي تري غراف. لقوا روحها شباب القيروان وسامحوني ماشيين ا 3000 الور ماشيين للدوزيام ديفيزيون، هذا شيء ما بالاداء بالاجواء الموجوده في الفريق وطور دو ليكيب خلات اللي اليوم ما فماش حاجه اخرى. لكن اليوم اتحاد المنستيري لو بلوز امبورتون للاتحاد المنستيري هو الفوز 1-0، هو الفوز باي طريق معناها باي ريزلتا، انا زيرو سي لو بلوز امبورتون. لكن حتى كي سجلت 1-0 اتحاد المنستيري باقي متخوف بالرجوع الفريق شبيبه القيروان، لان نحبوا نذكروا وشفنا ضد بنزرت كان الفريق نجم حتى ينهزم. لكن حذاري لان اليوم الملاعبيه اللي غادروا الاتحاد المنستيري ولاس عجردة والناس الكل على معناها يعرفوا اللي ما تعوضوش دونك اوتوماتيكمون اذا كان ما تعوضوش الملاعبيه اللي غادروا الاتحاد المنستيري اللي كان فريمون حاجه اكسبسيونال واول كاس هز عم ناول خلات اللي راهو باش يعديو سيزون تري تري ديفيسيل كومبليكي دونك الملاعبيه اللي سافروا اللي غادروا ما كانش التعويض نتاعها. لكن اليوم انا نفهم زاد الاتحاد المنستيري لان تنجم تعمل سيزون اكسبسيونيل سيزون صعيبه اكثر وسيزون بعدها تحاول تعمل الانتدابات اللازمه، لان اليوم راي لوساتور نتاع اي فريق في العالم جو دي بيان اي فريق في العالم تمشي عليك لا كولون فيرتيبرال نتاع الفريق راهو باش تتعدى بظروف صعبه وصعبه جدا. لكن اليوم لاس عجردة نعرفوا الكفاءات نتاعو باش يحاول يتعامل مع الملاعبيه هذيا، والحاجه الباهيه سيك لو كوميتي ديريكتور في بالهم على علمهم اللي يحبوا ولاكر والجماهير اللي باش تتعدى بظروف صعبه، لان ما تنجمش اليوم تجيك دي زوفر ا سوبري لا بجوارات اللي عندك ويغادروا الاتحاد المنستيري وانت تقول لهم لا ما تغادروش، ما تنجمش تشد جوار وهو عنده فكره وعنده مخ باش يمشي يلعب لبرا، ما تنجمش. وسورتو فينانسيرمون الحمد لله يا ربي الاتحاد المنستيري فينانسيرمون لاباس، لكن حذاري السيزون هذه لازمهم يصبروا راهي باش تتعدى اون سيزون تري ديفيسيل. باهي مازال اربع دقائق سي المونجي، دقيقتين في كل مقابلات، مقابله مازال زوج مقابلات، نجم المتلاوين هزم ضد الاولمبي البيجي في بلاش الاولمبي البيجي مع شاكر المفتاح، بدايه ممتازه جدا الفريق ساعد مذهب ثاني. انا نقول اللي احسن انتداب عملته الاولمبي البيجي لا ملاعبيه لا حد شيء اللي هو السيد شاكر مفتاح، ونعرف العمل اللي عمله مع مستقبل سليمان، عنده كفاءات عنده اخلاق عنده تواضع مع تالق سي منجي مراد الهذلي مع تالق كبير مراد الهذلي في اول بدايه البطوله هذه. مراد الهذلي وكان جي ولدي هذاك نحطه جمعه في الدار ما يخرجش بوني نقول له انت بوني، هذاك وليد جاي من لا 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 النادي الاولمبي للنقل كانت تتفكر مع اسمه الزيتوني اشرف الزيتوني اشرف الزيتوني دو جوار اكسبسيونيل. مراد الهدلي اليوم فريمون الي او بورت حتى دو ليكيب ناسيونال، واليوم سيرتينمون الكلوب افريكان فون ريغريتي مراد الهدلي. حاجه اخرى بربي باش نجبد جوست 10 سكوند، شوف سيف الدين الجزيري اليوم الزمالك تحب على سيف الدين الجزيري خرج من الباب صغير من النادي الافريقي، لان ما فماش مسؤولين في النادي الافريقي. اليوم سيف الدين الجزيري امه تجري في البارك نتاع الكلوب، هذا زاد سكوب ليك انت باش تقول لهم يهديكم ربي اعطيهم شويه فلوس لولدي، رانا ما عندناش فلوس ما عندناش امكانيات. الحمد لله يا ربي النجاح كان موجود واليوم امه تكون فخوره باللي عندها ولد اسمه فخر الدين الجزيري. يعطيه الصح. به
مولا رد الهذلي ممكن فما كلام حول امكانيه فسخ عقده مع الاولمبي البيجي، وصلوا اليوم عرض من السعوديه نجم يمشي للسعوديه. باه نكمل مع مقابل. علاش فسخ عقل ينجم على ميابل؟ لان اليوم ما ينساش المردود، اذا كان المردود نتاعو في الاولمبي البيجي، لان السيد شاكر مفتاح يعرف كيفاش يتعامل مع الملاعبيه اللي عندهم كاركتير. صحيح. ومولد الهذلي عنده الكاركتير. نكمل مع المقابله الاخيره، مستقبل سليمان هزم ضد الملعب التونسي 2-1. المستقبل تذبذب في النتائج، كل ما تفهموش فريق هذا كل ماتش كيفاش، في حين الملعب التونسي اول مقابله نصيف البيروي بعد تغيير المدرب انيس البوسعيدي مغادرته، اول مقابله يحقق اول فوز للستاد ومرتبه محترمه جدا للملعب التونسي حاليا. هو الملعب التونسي راهو من اللي بدا الشامبيونات كانت نجم تكون السيربريز دو شامبيونات. ما تفكروش، نتفكروا ماتش الرجيش اللي كانت فريمون ديبيو اكسبسيونيل نتاع الملعب التونسي. اباطاي ما يسجلش الهدف اللي يلزمو يسجلوا وحده باش يخرج الفريق الرجيش من الميدان نتاعو ويولي عنده الاسباس الملعب التونسي مع بلال ايت مالك القدام، لكن ما صارش الهدف. شكون اللي باش يخلص الفاتوره؟ هو المدرب انيس المصعيدي، لكن شفنا فيزيكمون ليكيب اللي هو توب اليوم ضد مستقبل سليمان، خلات اللي مستقبل سليمان اليوم عنده في الهجوم مشاكل. نحب ولا نكره محمد علي بن حمود وقت اللي غادر الفريق غادروا وهو في 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 فتره الشتاء، خلات اللي اليوم حتى حد معوضه لابروف اللي هو لو ميور بيتور نتاع مستقبل سليمان اللي هو انا مسميه راموس نتاع ايمن محمود، اللي مسجل 4 اهداف في مستقبل سليمان. اذا كان اليوم عندك تلعب كوره وما تسجلش باش تلقى مشاكل، لكن اليوم يلزمهم يتعلموا. والشيء هذا اللي عملته الملعب التونسي وعملته بطريقه خارقه للعاده. مستقبل سليمان اذا كان انت ما تعرفش في الميدان نتاعك تربح تفوز، يلزمك تعرف ما تخسرش، وهذا الشيء اللي عرفته كيفاش يتعامل معاه الملعب التونسي. وشفنا لاكسيون نتاع الهدف نتاع بلال ايت مالك، خلات اللي الملعب التونسي يعرف يسافر ويعرف. المشكله الوحيده اللي يلزم يلقى لها حل الملعب التونسي هو اللعب في ملعب هادي النايفر في باردو، اللي يلزم يعرف كيفاش يتعامل كي تجيه ايكيب تلعب بلوك با باش يلقى حلول لتسجيل هدف في اقرب وقت باش يفتح يعطيك صحة. واضح، شكرا لك، يعطيك صحة سيد منجب ابراهيم على كل الاضافات الفنية اللي قدمتها لنا اليوم. مازلنا مواصلين في بلاي حتى المطاف نوصل، لكن قبل هذا تجيكم فدوة